يعني اليوم السؤال المطروح، علاش محمد علي نهدي مش موجود في الأعمال الدرامية؟ ما عندوش مشاكل مع حتى حد، إنسانيا دالي باهي، في التمثيل كيف كيف، شنو اللي يخلي دالي نهدي مش موجود؟ فما برشا ممثلين كيفك دالي نهدي اليوم هما بيدهم كيجي يقولوا أنا ما نعرفش علاش ما عنديش بلاصة، ما عيطوليش. فما برشا ممثلين يستحقوا أنهم يكونوا موجودين في أعمال، ومنهم توفيق البحري مسكين مات بغصته. أنا حكيت معاه ما عنديش برشا بغصته مات، يحب يعمل ومازال يحب يمثل، يقول لي قال لي شبيني مانيش في مكان يا ما كانش. انا الممثلين ما عندي معهم حتى مشكله، او كونتخيغ يلزمهم يكونوا موجودين وحقهم، وانا او كونتخيغ. وراو حتى هذوما تو اللي سميتهم لك الكل راني كل عام نقول لهم فيليسيتاسيون وبغافو ربي يعينكم وانسي دو سويت، مي حرام حرام اللي تعملوا فيه، حرام حرام. وراو فما ربي ان شاء الله، فما ربي مش علي انا برك، راو على برشا ممثلين اخرين ينون با ديكسكوز دو نو با لي بروندر وما تاخوهمش وحرام، خاطر مش حكيت فلوس راه. انت وانا بيرسونيلمون اللي غيظني مثلا ما مثلش، مش حكيت فلوس راه، نجم مثل بلاش انا الحمد لله نشم يدي نشبع، اما سي ما باسيون سي ما في لغرام نفهم سي ما باسيون اي سي ما في. انا حوته تخرجني من الماء نموت، خليني ما نمثلش نموت. تعرف اللي انا نجم نمثل في المسلسل هذاك الحرقه ولا اسمه ولا سي دو سويت وما تاخونيش بالعاني، حرام انا ولا غيري راه، حرام عليك تعمل في الحرام. والحمد لله هذيك سان الحمد لله جن قال الرجل لي بروجي كو جي دون ما تيت واللي بديت نحقق فيهم واللي حققت برشا منهم ومازال المشوار طويل، يخليني عندي اكتفاء ذاتي.